عندما تصمم المرأة الريفية لا مكان للفشل. كل المجالات خاضتها وحولت أفكارها إلى مشاريع تطمح اليوم إلى توسيعها أكثر. من مختلف ولايات الوطن اجتمعنا لإحياء يومهن العالمي بهدف بعث رسالة أمل وتحد في الوقت نفسه. جبت لي فروماج ارتيزانال تاع سي دي فروماج ناتورال سان اديتيف سان كونسيرفاتور في ميزون. دونك انايا بديت المشروع تاعي غير بشويه ودركا الحمد لله كبرت المشروع. جانكوراج لي فام بور فير دي فورماسيون يديروا لو بروجي كيما هذا. رانا نباشروا باش نعاونوها ونخرجوها للميدان، وحتى وعلاش لا، حتى مادام راهي مساعده زوجها في الارض ومساعدته في الاشغال تاع الارض، قادره تكون عندها ارض وتغرس اشجار، تخدم تحط شويه تاع خرفان، شويه تاع قولين، شويه وتخدم على روحها. توسيع المشاريع الاستثماريه وتطويرها لا يتجسد الا بالدعم المعنوي والتخفيف من مشاكل التسويق لاستمراريه نشاط المراه الريفيه. عندنا مشاريع ما زالت في طور الإنجاز، ما هيش على كل حال، ما زال ما هيش إلى تلقينا الدعم الكافي واللازم بإذن الله. لما لا تصدير الفطر المجفف أو تصدير حتى الفطر الطازج، خاصها دعم باش يبان المنتوج تاعها، باش تبان مرأة الريفية، لخاطر هذا الوقت بدات تنقص وإحنا ما ناش حابينها تنقص، نحبين المرأة اللي فيها تقعد وتبان وتخلي البصمة نتاعها. أنا الحلم نتاعي إن شاء الله يتحقق، إن الخدمة هذه عارضاتها ومذابية الخدمة نتاعي تلقى استقبال. تعزيز دور المرأة الريفية وتمكينها في الجانب الاقتصادي يمر عبر إزالة كافة العراقيل والدفع بالتعاونيات الفلاحية لتكون طرفاً فاعلاً في تشجيع الإنتاج المحلي.